السلام عليكم، عندي الشرطي تما سي اجيال مستقبل المهضور، والحمد لله طويله غير البطوله في مراكش وفي المغرب فوق المرتبه الاولى اللي اقل من 60 كيلوغرام في الكونتاكت. المهم خصنا الاخوان تشكري اول حاجه تشكري المستدين وعزيز حياتي اللي يعاونون لي بريباراسيون اللي يعاونون لي ماديا معنويا يعاوني كاع داك لا مراكش يعاوني نقول البطوله يبدا وميرسا دوميني غا خص غا توجه غير شي كلمه للعصبة الى العصبة يغان العصبة وغتجيبو شر العصبة ديال المستوى ولكن لا معنويا لا ماديا ولا دير شي حاجة اش من خصها تصرف العصبة يا الماء العصبة نقيت كلشي ماشي تعاون الابطال ناريف نقيت باش تصرف الابطال ناريف ولكن شحال واصل العصبة تعاون الوسط تعاون شو الابطال تشتري اختك انشطة سيدي في ديس 8 انشطة لي ستاج تظاهرة بدون غينغ انا غادي نبدا باش ناخد عاون ونزري ولا ديش نزلت لا الرئيس لا الاعضاء لا الامين المال والحمد لله نتفوق عوضة مرايا ولا في طريقي ولا في التليفون ولا في يدي لا مبروك خوان لا ولا ولا في استقبال ولا ديش حاجة المهم من دوم غينغ وكيف ميدا وغالي بلوكي من تتاه تتاغي العصبة يتقرع قر الناس يتعاون الأبطال بركوا تجيبوا يجروا تجيبوا هنا اتصل الأبطال يضيع اتصل الأبطال يضيع العصبة سيسنا اتصل لمتو كارينو تغتل الرطبة الأولى رفو وني غي اكغسي ولا غي شيلي وجودا غي عاون العصبة والو مادة والو اتصل النحوايج وين ميت تاخذ العصبة يا اتبت خيضان الناس اتبت داك الابطال تسور حقوق الابطال ولكن العصبة لها اول الناس بس القيمة كتاسي للجمعية ميت تاخذ الرئيس العصبة دي كاري دي بدا غديو الحقوق النف والحقوق مع الزيس يتغكل ولكن تي تسطس تاخذ الزيس دي بدا دي كفوس كفوس كان غي كفوس كفوس زين راني وثنين القاب في الشفر وشدنا ويا بعد خمسة ستة الالقاب غير من زوم تنتظم المعاونه ماديا معنويا ما راه غير سجل الكلمه كاين اللي يعاونها ربي ذكوش ما راه غير الشباب بزاف ما الشباب.